والله العظيم مشاركنا يلا 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 يا ساتر. فايزي يلا ما شو فريد بو خليل قل شو فيه شو فيه خير شو فيه خلك انت فريد بو خليل لا والله ما انا ليش بتطلع فينا وين فريد بو خليل لكم هدي بالوضع حضرتك السيد فريد بو خليل نعم مين حضرتك؟ تفضل معنا زبدي. طيب ممكن بس تيابي؟ تفضل معنا بدون شوشرة. تفضل. لا تخافي، لا تخافي أمي، لا تخاف ويومين وبرجع. لا تخافي. كفرك. يا شحار جبتها. التشكيلة الحكومية والمديريات العامة رح تتشكل قريبا جدا ورح ترفع لفوق وبصراحة الشباب حابينك تكون معهم وبالموقع اللي بتختاره انت انا ما بدي شيء يتركوني بحالي وكتر خيرهم حرام والله حرام يعني واحد بنزاهتك وبتاريخك النضالي وبخبراتك وتحصيلك العلمي يعني المفروض يتبوأ بأرفع المناصب انا مو مشكلتي المنصب ولا طبيعة المنصب اصلا انا مو تبع مناصب انا مشكلتي هالكم واحد يلي بالي وبالك منهم بس هدول رفقنا وكانوا معنا كانوا ارقام وفجاه صاروا بالواجهه تقدر تقلي لما كان يجد الجد وتكتر المصاعب ليش ما كنا نشوفهم لانه كانوا يهربوا شله انتهازيه ووصوليه تفضل استاذ هيك رجل بوكا تفضل افتح لي الصندوق لو سمحت طمنهم مو فريد يلي بيطعم بالظهر الامور ما بتنحل بالتطمينات يا استاذ فريد تنحل بالبيع والشراء بالصفقات بدهم يشتروني بمنصب كمان لا يا صاحبي مو هيك تبنى الاوضاع Thank you.
أخي أنا عندي فكرة. أنا طالع سفير على تركيا، طلع أنت سفير على ألمانيا، وهيك بتبعد عنه وبتكفي دكتوراه تبعها. معقول لك علي أنت عم تحكي معي هيك حكي؟ والله ماني مصدق، والله العظيم ماني مصدق. معقول بهالكم سنة اللي غبتم بألمانيا صارت أفكاركم هيك؟ لك على الأقل أنت لك أخي علي. برجع بقول لك مو هيك تبنى الأوطان. آه يا حسرتي عليك يا بلد. انت ليش قاعدة مع قدر؟ ما هيك؟ ايه البلد لا تبنى بالصفقات وامتيازات لفلان وعلتان بغض النظر عن كفاءاتهم العلمية والأخلاقية والفكرية. الحكاية بدها مبادئ، مبادئ وأسس صحيحة وحوار مشترك ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. يعني البلد عم بمر بمرحلة تحول اجتماعي، ونحن بحاجة لإعداد إنسان يؤمن بالعقل وبالعلم وسبيله روحه بترخص أمام مصلحة بلده، يعني إنسان نظيف نظيف. طيب شو بيمنع ما تشارك؟ لأنه ما بدهن إنسان فاعل، بدهن إنسان تابع على مبدأ زمر لي لطبل لك. يا حبيبتي المسا منلتي شلون؟ خليك ايه ما تكرم عيني؟ خليك ايه احلى خاتم بزين اصبعي ليكو بايدي. خليك لك انا مين في عندي اغلى منك؟ اه خليك ايه ايه خلص بنفس المحل. وين بنروح يعني؟ خلص الساعة 10. لك شباك شباك ضايج. خليك جيب رفيقتي معك. شو بدي لك عفوف؟ هلا انت ما عندك شي رفيقه هيك ظريفه حلوه مثلك تجيبيها معك على السهره؟ لك لا لا مو من شاني. هذا الحيوان ابن اختي. ايه حابب يسهر معي. ايه ما بيجي اذا ما كان في حدا. ايه تسلم لي عينك. يلا بنلتقي المساء. ايه مع السلامه. رح تجيب حدا معه؟ ولو خال أنا ناصر ما حدا بيرفض لي طلاق. يا عيني عليك يا خال خاطرك لك. وين 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 وين؟ شو لوين؟ للسهرة يا خال. أنا ما عم بحكي عليك، أنا عم بحكي وين رايح. رايح سجل حضور عند أختك، بدي أدرس شوي. ايه روح أدرس بلكي بتاخد دكتوراه السنة. شايف هالحكي؟ هذا الحكي ما عم يخليني أدرس. منك والله منك. بيبو 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 كمان غسلت السيارة؟ ايه غسلتها. مسيك هدول قرب لهون. 50 دولار. ناخذهم لمنيرة وبسلم عليها. خبيهم بكرشة. طيارة. مع السلامة. لك يسلم لي الصوت أنا. ايه. هلا بعدت لك 50 ملبسة مع بيبو. دقيقتين بيكون عندي. لك هاتي لك بوسة. بوسة واحدة. لا تدللي علينا، عم نقول لك 50 ملبسة.
مرحبا. اهلا وسهلا. تفضلي. بساعدك بشي؟ حابة اتفرج الحقيقة. المحل محلك. اهلا وسهلا. في عندي جوا تشكيلة حلوة كتير. تفضلي. تفضلوا تفضلوا. شو أنسى؟ ما عجبك شيء؟ لا الحقيقة في شغلات كتير حلوة بس غالي شوي وأنا مو عاملة حساب. ولا يهمك راعيكي. لا معلش شكرا إن شاء الله مرة تانية. مع السلامة. الله معكم. يا أنسة مشان سمعة المحل محل وتطلعي وما تاخذي شيء. خلص مرة تانية مرة تانية. لا والله لا والله ما بتطلعي وانت زعلانه. عندي قطعه بتاخذ العقل وهي نشيلها للزباين الخاصين الخاصين جدا جدا. تفضلي تفضلي لجوا. اعطيني الشنطه لشوف. ليش الشنطه؟ عم اقول لك اعطيني الشنطه وبلا شو شرع. بعد عني. افتحي الشنطه لشوف شو فيها. انا ما رضيت احرجك قدام البنتين لانه ربنا اوصى بالستر. ما بسمح لك. احترم حالك. بدك تسمحي لي غصب عنك فهمانه؟ كلمة واحدة وبلم الشارع عليك. تعرف شو حكم محاولة الاغتصاب؟ 12 سنة سجن. شو رأيك؟ يستر على عرضك يستر عليكي مشان الله. خلص روحي من هون. روحي خلص ما عاد بدي شيء. اعتبري ما صار شيء. خلص اختي مشان الله روحي. هيك؟ هيك بدي روح من عندك؟ شو بدهم يقولوا العالم اللي بدهم يشوفوني طالع من عندك هيك؟ تفضلي. ما بحب هاللون. تفضلي. مو هاد الأسود. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي الأسود. خلصيني بس مشان الله. هيك أنت عيني. العمى على هيك ناس شي بيقرف. خلص يا بابا يا حبيبي. خلص حبيبتي خلص اوكي. عم اقول لك عندي مشوار مهم وحياة عيونك. بابا ماني فاضي اليوم. عم اقول لك عندي مشوار مهم. ايه؟ لا خسدي بتكرم عيونك. شو بدك حبيبي؟ مصاري؟ لك يا قلبي يا روح من امبارح اعطيتك مصاري شو قصتك؟ خلص خلص بعدين بعدين. عم اقول لك عم بسوق السيارة هلا. يلا باي 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 باي. إلهنا أبوك على أمك على هالتربية. استغفر الله العظيم. رجعت اتصلت. ألو شو؟ أهلين عفوا. أهلين. أي أنا يا رو. مين مين؟ أستاذ فريد. مش هان الله لا تقولها. عن جد عم تحكي؟ دخيل لي خلقك. وينك أنت؟ ميلادية عم تحكي؟ لك يا حبيب قلبي. طب انا جايك فورا جايك فورا. مشوار الطريق خليك عندك. دخيل قلبك انا جايك جايك فورا. مع السلامه. يا الله على هالليله ما احلاها. استاذ فريد طلع. الحمد لله على السلامة. كيفك؟ الله يخليك. ما مصدق عيوني. الله يخليك. شو أخبارك؟ الحمد لله. شرف شرف.
تفضل. أهلين يا عرب. لك أهلين بالغالي. ألف الحمد لله على السلامة. وحياتي اللي خلقك من مصدق إني شايفك. شو؟ وأخيراً عملوها. شو بدك تساوي؟ عملوها. يا رب أنا آسف. ما كنت زعجتك. بس ما بعرف عنوان بيتي ولا رقم التليفون. كاتبهم على ورقة. بس الظاهر راحت مع أوراق مذكراتي اللي صادروها مني وأنا طالع من السجن. لك مشان الله ازعجني من زمان كنت، من زمان ازعجني. قوم قوم لالا قوم. يلا. أهلا عيني أهلا. وعلي قيس حبيبي. مين؟ أستاذ يعرب حارتنا؟ كيف أقول ليش منور الحارة؟ تسلم يا حبيبي تسلم. أستاذ فريد. فريد أبو خليل؟ مع غيره. هلا طلع من السجن. وبده يكتب مذكراته ويفضح الفساد. في مشكلة إذا شفت الخبر؟ لا يا حبيبي الشروب يا عاد ما في أرجوك بلا شوشرة. خلص آسف. ألف مبروك شرف سعيد. شكرا. تقصينه هذا هلا الو مساء الخير كيفك؟ سمعت الاخبار؟ ما سمعت؟ قال افرجوا عن سهرك ايه؟ بس الظاهر مو ناوي يقعد عايل. شو بدي اقول لك؟ بنتي صارت صبية الحمد لله وعايشة عند امها. وانا بالنسبة لي الزواج خلص كفى الله المؤمنين شر القتال. زواج بح. وحسين شو اخباره؟ ولد الدكتور حسين استفاد يا سيدي من فرصة المرسوم، تخرج صار دكتور، فتح عيادة، تزوج. وبتعرف حسين طول عمره طيب وقنوع. هي لكم 5 سنين طالعين بالسجن مرت مثل اللحظة واحوالكم والحمد لله كثير منيحة. الحمد لله. طب هلا شو صار عليك؟ لو انك وقعت وخلصنا ما كان احسن؟ واحسن من 15 سنه وان شاء الله العمر كله. ولو يا يارب انت تعرفني منيح. شو بدي اعمل لك؟ حظك سيء يا صديقي. تخيل لو لجان حقوق الانسان والدفاع عن الحريات وسجناء الراي ناشطه هذيك الايام مثل هالايام كان شو صار؟ اضافه لامريكا طبعا اللي رفعها هالايام يعني رايه الحريه ومش على الحريه بالعالم. كان اكيد ما خلت لا صحافي لا تلفزيون لا اعلان اكيد حطت اسمك فيه. لا سيدي منيح اللي حظي سيء. اذا كانت على يد امريكا لا خليني بالسجن احسن لك. الله بعرفك بالله العظيم اصيل يا استاذ فريد بالله العظيم اصيل. لك طلعت طلعت حيو ماما 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 بابا بابا طلع من السجن. أنا آسف عطلتك بس كان في غرض ضروري لازم اشتريه. لا معلش خد راحتك. بس ما تتصور يا يعرب قديش مشتاق اوصل لمشروع الزراعة. لك والله بعرف بس بالأول بنروح لعندي على البيت. ما رح نطول. عالبيت؟ لاحقين نروح لعندك عالبيت. شو نسيان اني ما بعرف البيت قدامنا مشروع دوارة طويل. بعدين يا اخي مرتي وولادي احق منك. يا سيدي انا مالي ضدك بس بدي منك 10 دقائق. لحظة. الو. ايه اهلين مازن. شو؟ وصل حديد وشمينتو؟ ايه براب وزلغت لك. شو بدي اقول لك؟ فورا بتحطهم بالمستودعات. بسرعة. السحية خلصت البناء الثاني، بتجهزوا لي السيراميك والبلاط. يلا بدي هم حبيبي يلا الله معك. مع السلامة، هلا هلا. عفوا عفوا. يا طارق خير.
لك يا حبيبي كل شغلة نظامي. أخي لا تعطيهم شيء يروح يبلطوا البحر. لا 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 تعطيهم شيء. خلص أنا بشوف معلمون. لا إله. خلص مع السلامة. لك شو القصة؟ لك لا عاد حدا شبع، لا عاد في أخلاق، لا عاد في ضمير. لك شو الحكاية؟ ألو أهلي. أهلين أبو عبدو، كيفك يا حبيبي؟ لك حزربي في معي هلا. لك الأستاذ فريد ما غيره، فريد أبو خليل. إيه طلع من السجن. لك ليكو جنبي. لك بطل، هاد بطل ما شاء الله مثل الحصان، دخيل اللي خلقه. ما في يعطيك إياه، ما في هلا. روح روح خلاص بيوصل. الله معك الله معك. هدي يا عرب، هدي شوي شوي. شو بنا؟ بدي ما بدي مشاكل وجع راس. الأفندي بصرنا إحنا بنحطه مسدر عليه. أنت بتعرفي أساسية الموضوع. الله يرضى عليك، خليه يرضى على براسه اللي يبانوا على أولاده. خليه يبين هلا وبعدين لكل حادث حديث. ماشي يا أخي ماشي. إن شاء الله إن شاء الله. الله معك، مع السلامة. لسه ما وصل على بيته، سبقته وبلشته. خير ماما؟ شو بخير؟ ما في شيء، بس عم يسأل إذا البابا وصل. شرف شرف يا ميت. اهلا وسهلا. البيت بيتك يا استاذ. شرف شرف. يسلم البيت لاصحابه. خذ راحتك دقيقه بس. شو أبو ماهر؟ حابة تفوت على الحمام؟ لا لا شكرا. ترى هذا حمام غير شكلها، مو مثل تبع السجن، شي بالشهية. تتهنى يا سيدي، تتهنى. لك يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا. بالله العظيم ما تتخيل قديش أنا مبسوط فيك. 5 دقايق بالضبط، نعمل لقمة أكل وبعدين متيسر. يعرف شو قصتك أنت؟ هلا بدل ما تاخذني رأسا على بيتي، قاعد عم تماطلني؟ يلا امشي خلصني. ثواني بخلص العشاء بعدين. خلص وعد مني اعتذر لك من المدام لاني عشيتك عندي. بعدين بيعطلك شوي لبين ما حضر العشاء. خير يا سيدي؟ في عندي حمام فوق بياخد العائل، خرج الواحد ينام فيه. شو رايك تروح تعمل لك دش هيك وتغير ثيابك وبعدين بنمشي؟ يا رب كانك عم تشتغل فيني. يا رجل قسما بالله العظيم انا مبسوط فيك. بعدين بدي اياك تروح لعند ام ماهر مثل العريس. معه بعد 15 سنة ترجع لعند أم ماهر بريحة السجن؟ أم ماهر بتحبني هيك؟
أنا مثل ما أنا، فريد يلي بيضل فريد، أنت ما دخلك. ولو خلصنا قسما بالله العظيم أنا مبسوط فيه. بعدين خلص دقيقتين بيخلص العشاء. هيك حبيبي أبو ماهر، وعندك على الكرسي اللي جنبها طيارات من الداخل لحد البدله والكرافي واحلى بارفان فرنسي. بدي اياك هيك تطلع تلمع لمعان. الحمام فوق حبيبي، وانت طالع ايدك الشمال. يلا يا حبيبي يلا، صار الف نعيما. الحمد لك يا الله. يا امي امي شو هذا امي؟ ما في شيء امي، شيء سرسره. ولك هالطلق من متخيل بطاري؟ يا عمي كانه صحيح. ناخذ شجان هو، ناخذ شجان. ولك امك قوم شو شوفي. قاعد قاعد. يا عمي كانه صحيح. ولك شو حالك شو حالك؟ جنيت هنيت. ولك يوسف ها، ولك خيك فريد طلع من السجن ولا العمى؟ وشو عرفها؟ ولك ناس اتصلوا معي قال شافوه بالشام. يا بو العمى، ولك امي خي فريد طلع من الحبس. اهلا بالغالي، اهلا بالغالي، اهلا بالغالي، اهلا بالغالي. شو قلت؟ ولك ابنك فريد طلع من السجن، طلعوه. شو؟ لا ما كان صحيح. طلع واحد، راح واحد. هات هات عزيزي امي، هات هات معك عزيزي، هات هات عزيزي احمد. جيب جيب بصلي، جيب بصلي، جيب بصلي. مش لدك امي. بطاري ولك بطاري. واحلى صحن عجة سوكي بالبيت للغالي ابو ماهر. يا حبيب ان شاء الله حمام الهنا. ماهر اها سويتك العاده ما بتتغير. الو اهلا 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 ابو يزن، كيفك؟ اهلا يا حبيب. لا ولد من البيت. عارف مين كان في عندي هلا؟ حزير الاستاذ فريد. لك ايه فريد ابو خليل، لك ايه طلع من الحبس. لك وحياة راس بنتي، افرحت له اكثر من حالي. حبيب في ناس راح تتوضى اليوم باللبن وراح تتلمس على روسا. لك ايه انت بتعرف شو راح يصير؟ هذا الزلم بده يكتب مذكراته وبده ينشرها. الاخير اللي خلوه انا. الو ابو يزن، كانه في حدا دخل على الخط كالعاده. يلا بعدين بنكفي حبيبي، بعدين بعدين الله معك. طيب وين اذا على الضيعه ما راح؟ ليش ما اتصل؟ طولوا بالكم الغايب عزيزي معه. الو احكي مع عندك بيقولوا شيء. امي شو حالك؟ صرت حكي معهم خمس مرات. طيب خلاص خلاص ريحي حالك، ريحي حالك. هو لما بيوصل هني بيخبرونا. مين هني؟ مين اشرح لنا الوالدين قصده بشكل عام. بشكل عام
شو يعني بشكل عام؟ خلاص خلاص ريحي حالك، ريحي حالك، وانت الثاني ريحي حالك، واقفي على ساق واحدة واطلبي مساعد. مرتاحة بيي مرتاحة. ريحي حالك، خدي جنب عمي. عملك قبل دقني ها. سكرت الباب خلفك. بقته بيت بقته. روحنا مع بكير، بكر عندك مشروع تكتيكي سري بحلب، روحنا مع بكير. بالله ما ينام تشفو لعمي. استداني اعطيني هالكرسي. طمني هالقرعة شو بتعذبكين؟ لا والله كيسي. الحمد لله. لك الله يبارك فيك يا خال، تسلم لي. ايه مبسوط، مبسوط كتير. من كتر ماني مبسوط ما فيني روح معك على الموعد تبعنا. روح انت، روح تتهنى بهالنعمة اللي بدك تشوفها اليوم. عم تتمسخر؟ والله اختك اختك بتعدمني. تعرف شو قالت اليوم؟ لا، قال في حدا بالعالم أبوه طالع اليوم من السجن وما حدا بيعرف وين أراضيه وبدو يروح يسار. معها هي شوي بس. اوكي خلصنا، بكرة بتجي بتشوفه. ايه امي ايه ايه حبيبي، يلا رح سكر. ايه سلام خال، تتهنى. سلام. يا أخي، أي مشروع الزراعة؟ وين تحب نزلها؟ والله ما بعرف. خلاص نزلني هون وأنا بزرع. على رأسي. تفضل يا أخي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. سموه. شنطة لو أنا ما عاد فيه أصبر أكثر من هيك. رح أتصل ببيت جدكم وأسألهم إذا وصل لهم خبر عنه أو بيّن أو حكى معهم. ألو؟ لا، أنا دقل حتى أسألكم إذا بين عليكم أو لا، أو شفتوه أو سمعتوا شي عنه. ماشي ماشي، أنا بخبركم. Hey!
الزيتونات يا ابو جو. سلم لي على ام جو. الله يسلمك. اهلا وسهلا، شرفت. مساء الخير. اهلين امور. والله وين بلاقي بيت ابو ماهر بهالحاره؟ ابو ماهر، ابو ماهر، ماهر، ما عندنا حدا بهالاسم بهالحاره. شو اسمه غير ابو ماهر او شو بيشتغل؟ اسمه يا سيدي فريد ابو خليل. ليكون هاي بيت ام ماهر اللي جوزها بالسجن؟ ايوه مزبوط. اخي قول من الاول بدك بيت الجاسوس. شو؟ جاسوس؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. لك ايه جاسوس هيك الصيد طالع عنا بالحاره، بس الزمه والامانه ها مرته ام ماهر مره معدلي وبنت عالم وناس، ما حدا بجيب صيتها بالعاطل بنوب، وخي مسؤول كبير كبير كتير. طيب طيب ممكن تدلني على بيته؟ ايه تفضل لدله. لا 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 ريح حالك ابو عبدو، ريح حالك، انا ايام ادله. يلا تعا اخي تعا تعا الحقني، لا تجن عرشيف ها، يخرب بيته وشو معلينه، يمكن هذا من المغضوب عليه. مينو ها؟ ابو باير جاسوس، بس انا ماني مصدق انه جاسوس، انت شو رايك؟ والله ما بعرف، بلكي جاسوس. انت اعمى مثل غيرك. كيف؟ قلت لي كيف ما؟ إيه لو كنت تشوف كنت هلا عند ابو باهر، يعني بيت خالتك. وطي راسك، وطي راسك عشان ما ينطلق بالشجره. يلا. نفدت؟ نفدنا. ايه الحمد لله. ما قلت لي كيف يعني؟ لك يا اخي نحن شعب اعمى. أو بالأحرى بدهم يانا تكون عميان، وانت يشوف بيصير من المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شفت ولا لساتك أعمى؟ والله كأني رح أشوف يا أبو. إيش الله يخليه؟ أبو علي، أبو علي. بدي أسألك سؤال يا أبو علي. تفضل. هلا أنت تعرفوا لهذا أبو ماهر فريد أبو خليل؟ بأمري ما شفته ولا بعرفه، بس اللي بعرفه انه هو بالسجن، وكل اهل البلد بيقولوا عنه جاسوس، الا انا لا يمكن صدق انه جاسوس. وليش ما انك مصدق؟ الحقني لقلك. الله بالعين ما شفنا، ايه بس بالعقل عرفناه. ما فهمت يا ابو علي. لك يا اخي نحن ما بنعرفه. مرته ما بتعرفه؟ اكيد بتعرفه. ونحن بنعرف مرته، كلها اخلاق وادب، ولا يمكن تحافظ على شرف وبيت وولاد واحد جاسوس وتستنى كل هالأمر. بقى شفت ولا لساتك أعمى؟ لا والله يا أبو علي شفت. ها لك الحقني لألك. ايه يا ابو علي هذا بدخل بناية، انا مشيتك كل هالمسافة مشان تشوف. بقى شفت ولا لساتك اعمى؟ لا لا شفت. ها ايه اول طابة واول باب على ايد اليسار. ما قلت لي انت قرايبون؟ يعني هيك شي. ايه سلم لي على بيت ابو ماهر. الله يسلمك. تفضل تفضل أبو علي، تفضل اشرب قهوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو ماهر، أبو ماهر، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا أبو ماهر. الله يسلمك يا أبو علي. أكيد ما حدا بيعزم واحد غريب على بيته إلا صاحبه.
ماما اتصلي مع خالي بركي بيعرف شي. بعدين ماما بعدين. أنا بفتح.